بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء من قناة الشروق، والبداية بالعناوين. الآلاف يتظاهرون أمام مقر الحكومة في الخرطوم في مليونية جرد الحساب. الوساطة تحدد أواخر الشهر الجاري موعدا للتوقيع على اتفاق بين الحكومة والحركات. استئناف المفاوضات حول سد النهضة الأثيوبي غدا الثلاثاء. مرحبا بكم. تظاهر الآلاف في العاصمة السودانية الخرطوم لتسليم مذكرة للحكومة تحوي مطالب تشمل قيام مجلس تشريعي في فترة 3 أشهر ومؤتمر اقتصادي يضع السياسات الاقتصادية للبلاد. ووصلت مواكب مليونية جرد الحساب التي سيرتها لجان المقاومة أمام مقر مجلس الوزراء لتسليم المذكرة لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك. واستخدمت السلطات السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين رددوا شعارات تطالب الحكومة باستكمال مطلوبات الثورة، وندد ناشطون باستخدام القوة ضد المتظاهرين. أعلنت لجان المقاومة استمرار المليونيات والضغط عبر الشارع حتى يكتمل تنفيذ أهداف ثورة ديسمبر المجيدة. وأكد المسؤول السياسي للجان المقاومة السودانية أزهر الحاج أنه لابد من تتجرد الحكومة في تنفيذ أهداف الثورة أو أن تذهب. وأضاف في تصريح لسونا حول مليونية جرد الحساب والتي تقودها تنسيقيات لجان المقاومة، قال إن الحراك يأتي بغرض متابعة ما أنجزت وما لم تنجز هذه الحكومة خلال عام من تشكيلها. وأوضح المسؤول السياسي للجان المقاومة السودانية أنه جرد أمين ودقيق وعلمي عبر مذكرة واضحة تتضمن ما أخفقت فيه الحكومة ولماذا أخفقت وتحديد واجبات التنفيذ الفوري. إلى ذلك، أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن خيارات مفتوحة للتصعيد يجري تقييمها عبر تنسيقيات لجان المقاومة بعد استخدام الشرطة والقوات النظامية للعنف لمحاولتها تفريق المواكب. وقال التجمع في بيان صادر اليوم الاثنين أن رئاسة مجلس الوزراء قامت بإرسال أحد موظفيها لاستقبال مواكب جرد الحساب معتذرا بانشغال رئيس الوزراء. وصف تجمع المهنيين السودانيين المسلك بغير المقبول، وأضاف حين عبر الثوار عن رفضهم للتصرف تدخلت قوات من الشرطة والقوات النظامية باستخدام العنف وتفريق المواكب. وأشار التجمع في بيانه إلى أنه كان على رئيس الوزراء وطاقمه التحلي بفضيلة الاستماع لمن أتوا بهم إلى مواقع المسؤولية ومخاطبتهم بما يستجيب لمطالبهم. واليوم الاثنين سيرت تنسيقيات لجان المقاومة مليونية تحت شعار مواكب جرد الحساب للمطالبة باستكمال هياكل السلطة. وتأتي هذه المسيرات بالتزامن مع الذكرى الأولى لتوقيع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير على وثيقة دستورية بشأن تقاسم السلطة في الفترة الانتقالية. كشف مستشار رئيس جنوب السودان لشؤون الأمنية تود جولواغ عن التوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح يوم 28 من الشهر الجاري. جاء ذلك في تصريح صحفي اليوم بمطار جوبا عقب وصول الوفد الحكومي بقيادة رئيس وفد التفاوض الفريق أول محمد حمدان دقلو. وأبان تود جولواغ أن كل الترتيبات جاهزة وسيتم الانتهاء من البروتوكولات الأمنية في المنطقتين مساء اليوم، وتبقى القليل فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية لدارفور. وقال جولواغ إن قضية السلام قضية كبيرة تتطلب مجهودات كبيرة. خلال الفترة السابقة ناقشنا كل القضايا في قاعات مغلقة، وكذلك أجرينا نقاشات مباشرة مع كل الأطراف الحاملين للسلاح والطرف الحكومي، وتوصلنا لستة بروتوكولات. قضية دمج القوات الحمد لله الطرفان قدر أن يصل لاتفاق فوقه، والآن بقى محلول تماما، وتبقى فقط القضية بالآليات التطوير وتحديث القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. والحمد لله برضو هنالك أفكار جيدة جدا مطروحة، والطرفين الآن بتداول في هذه القضية. نتمنى أنه حتى بكرة ممكن نسمع أنه الترتيبات الأمنية في المنطقتين قد تم تماما. يعني توافق
وزراء الريف السودان ومصر وأثيوبيا اليوم الأحد على استئناف اجتماعات مفاوضات سد النهضة الأثيوبية غدا الثلاثاء. وقالت وزارة الريف في بيان صحفي إنه بدعوة من الاتحاد الأفريقي عقد اليوم الأحد اجتماع بمشاركة وزراء الخارجية والريف من السودان ومصر وأثيوبيا، وجاء الاجتماع في إطار جهود الاتحاد الأفريقي لاستئناف المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية. وطالب السودان في خطابه أمام الاجتماع بضرورة العودة للأجندة التي حددها خطاب رئيس جنوب إفريقيا وتقرير الخبراء المقدم للقمة الإفريقية المصغرة. وبعد مناقشات مطولة قرر المجتمعون استئناف التفاوض يوم الثلاثاء 18 من أغسطس 2020 للعمل على توحيد نصوص الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث. تعهد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بطي ملف النزاعات بولاية جنوب كردفان، وأشار خلال لقائه وفد الإدارات الأهلية بالحكومة بل بالولاية أن الحكومة المركزية وعدت بجبر الضرر وتعويض المواطنين المتأثرين من النزاع، خاصة الأطفال والأيتام والأرامل، فضلا عن دعم الولاية في مجال الصحة والإنتاج الزراعي حتى تعود الحياة إلى طبيعتها. وقال والي ولاية جنوب كردفان حامد البشير إبراهيم إن الوفد جاء بغرض التأكيد على الاتفاق المبرم بين الأطراف القبلية أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي على خلفية النزاعات التي شهدتها مدينة كادولي حتى تتمكن الولاية من حل جميع المشكلات العالقة. اليوم بعد لقاء السيد رئيس مجلس السيادة وافق على أنه منحنا كل السلطات والتفويض بأنه نحل المشاكل دي هناك حل أهلي بشكل فعال، ونوصي بإجراءات متعلقة بالمسائل الأمنية والمسائل، نوصي بمسائل متعلقة بالوجود العسكري أيضا في المدينة. وحقيقة الطرفين يعني مبسوطين جدا ومسرورين وبيفتكروا أنه ده إنجاز كويس جدا، وحقيقة عاد الأمن والسلام للولاية وللمنطقة كادوغلي الكبرى. وأيضا وعد بأنه يساعد الدولة المركزية تساعد في جبر الضرر في رعاية الأطفال الإيتام والأرامل. قال مبعوث المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في السودان ألكسبيس شو بأن المفوضية تسعى لمعالجة أوضاع اللاجئين والنازحين داخليا. ولدى تقديم أوراق اعتماده لوزير الخارجية عمر قمر الدين، أشار مبعوث المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أن المفوضية تولي اهتماما عاليا بالتحول الذي تشهده البلاد وسعيها للتحول من العون الإنساني إلى العون التنموي. من جانبه رحب السيد الوزير بضيفه وتمنى له التوفيق في مهامه، مؤكدا وجود العديد من التحديات التي تخص أوضاع اللاجئين والنازحين، كون السودان دولة حاضنة للاجئين وكذلك دولة معبر ومصدر للاجئين، مؤكدا حرص الحكومة التام على التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. تواجه أجزاء واسعة من الولايات الشمالية خطر فيضان نهر النيل مع ارتفاع مياه النهر إلى مناسيب قياسية خلال الأيام الماضية، ويشكو العديد من الأهالي من خطر الفيضان الذي بات يهدد المنازل بعد أن غمر مساحات واسعة من المزارع بجانب بساتين النخيل والفاكهة. ويأمل أهالي المناطق المهددة بالفيضان في إرسال مساعدات عينية للمساهمة في درء مياه الفيضان التي باتت تهدد القرى في الولاية الشمالية، وتزداد المخاوف في الولاية من اتساع المناطق المتضررة من فيضان نهر النيل مع استمرار ارتفاع مناسيب النهر. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الولاية الشمالية السيد ياسين علي الناشط في العمل الطوعي. أستاذ ياسين، بداية السلام عليكم ومساء الخير، ونتمنى أن تضعنا في الصورة وتقرب لنا ما حدث في الولايات الشمالية بفضل السيول والأمطار والفيضانات. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية مساء الكريم، تحية لغانات الشروق الشفاقة والحاضرة دائما هذه الحلقة، تحية للسامع والسامعين قناة الشروق. حقيقة يعني هذا الفيضان هذا العام بالذات حدثت يعني فيه مفاجأة، وجئنا حقيقة بهذه المياه كثيرة. يعني كان في الزمن السابق بعد الإنذارات الإعلام
المسبق بهذه المياه، ولكن هذه المرة وجئنا في ليلة واحدة بهذه المياه التي غمرت كما تفضلت النخيل الفواكه ثم بعد ذلك المنازل. هذه المنطقة التي أتحدث عنها هي منطقة الكرو ودتي مثلا تابعة للدهجرة وهذه المناطق. الآن بعض المنازل في بعض الغرف يعني حدث لها أثر كبير، تهدمت بعض المنازل، ولكن الأخطر أخي الكريم حتى الآن ما حدث قد حدث وما سيحدث، ولكن الأخطر ما سمعت به. والآن والله أنا أتحدث إليك الآن وكميات من البعوض حولي الآن، وهذا هو الأخطر والأهم. فكوننا من جوائح كثيرة نسأل الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا اللقاء أرجو أن يستيقظ من كان نائما، إن كان في الولاية أو إن كان في المحلية أو إن كان في الوحدة، وليعجل ربنا فوات الأوان. لأن أخي الكريم جربنا يعني فيضان 88 وما حدث في هذه المناطق من الأمراض ومن الملاريات، وذلك الزمان يعني كان العلاج كان مجانا، وبعد ذلك حصل ما حصل من التعب. الآن علاج الملاريا غير موجود، ونخشى ما نخشى أن يعني يصيب هذه المناطق والله أكثر خوفا من جائحة الكورونا. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني تكون هذه المبادرة من هذه القناة السباغة يعني تصل أصواتنا إلى المسؤولين إن كانت الولاية أو إن كانت المركز وغير ذلك، وليؤجلوا قبل فوات الأوان. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع الصحة والعافية. نعم. أشكرك جزيلا الأستاذ ياسين علي الناشط في العمل الطوعي من الولايات الشمالية، نسأل الله لكم الإعانة. أهلا بكم من جديد، حيث أعرب الأمين العام لحكومة ولاية شمال دارفور ممثل الوالي محمد إبراهيم عبد الكريم عن تفاؤله بقرب حلول السلام الشامل المستدام بالبلاد عبر المفاوضات الجارية بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح في مدينة جوبا حاليا، مؤكدا أن التوقيع على السلام الذي بات وشيكا سيمهد الطريق لانطلاق السودان في رحاب التنمية والتطور والازدهار محروسا بقواته النظامية. جاء ذلك لدى مخاطبته احتفالية قيادة الفرقة 6 مشعب الفاشر بالذكرى 66 لعيد الجيش الذي تم في الأيام الماضية. إلى ذلك استعرض طارق يوسف قائد الفرقة 6 مشاه البطولات والتضحيات التي سطرتها القوات المسلحة السودانية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة الوطن والمواطن. إن أجهزتنا الأمنية في شمال دارفور في تعافي وفي تعاضد وفي وئام تام، التحية لكم، وأنتم اليوم تحتفلون باليوم بالعيد 66 عيد الجيش، الجيش السوداني الذي لا يقهر، الجيش السوداني الذي علم الشعوب كلها على مستوى القارة الأفريقية والوطن العربي معنى الحرية ومعنى النضال ومعنى الثبات ومعنى التضحية. التحية لكل شهداء القوات المسلحة السودانية منذ الاستقلال وحتى اليوم بذلوا دماءهم رخيصة في سبيل تأمين السودان والشعب السوداني والمواطن السوداني والموارد السودانية. التقط عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى بوفد المكتب التمهيدي لولاية شمال كردفان برئاسة ياسين جعفر عثمان، وقال في تصريح صحفي أن اللقاء تناول وضعية شمال كردفان في مسار الوسط وما تم من نقاش وحل عدد من القضايا، وقال طالبنا بأن تتخذ ولاية شمال كردفان حقها بل تأخذ حقها الطبيعي. وذكر ياسين أن عائشة توجهتهم بمقابلة عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي لوضع رؤية تسهم في حل قضايا ولاية شمال كردفان.
مسار الوسط في شمال كردفان تم فيه كثير من النقاش وحلحلة قضايا شمال كردفان، وعكسنا هذا العمل إلى الأخت عضو مجلس السيادي السيدة عائشة موسى، وطالبنا بأنه ولاية شمال كردفان تأخذ حقها الطبيعي في حلحلة قضاياها بأبنائها. والحمد لله وشكر لله يعني ناقشنا هذا الموضوع بصورة مستفيضة، وتمت الحمد لله تمليك الحقائق للأخت عائشة. من شمال كردفان إلى غربها، حيث أشادت حكومة ولاية غرب كردفان بمخرجات مؤتمر ثورة ديسمبر للنهوض بالتعليم، وقالت إنها تشكل انطلاقة قوية نحو إصلاح شامل للعملية التعليمية بالبلاد. وتعهد والي غرب كردفان حماد عبد الرحمن صالح خلال اجتماعه مع لجنة المعلمين بالولاية بالسعي الجاد لمعالجة كافة القضايا والصعوبات التي تواجه التعليم بالولاية، مشيرا إلى أن ولايته تتطلع إلى عقد مؤتمر ولائي لإصلاح حال التعليم بالولاية، والذي يعاني من ضعف في التحصيل الأكاديمي وترد في البيئة التعليمية، إلى جانب النقص الحاد في المعلم المؤهل والكتاب المدرسي. وأبدى الوالي استعداده لتغيير هيكل الوزارة وفقا للنظم واللوائح المعمول بها. شدنا بالمؤتمر الذي تم قبل أيام بتاع مؤتمر ثورة ديسمبر لقضايا التعليم. أنا بفتكر أنه دي بداية كويسة كوننا نجتمع معهم، ناقشناهم في شتى المجالات. وحقيقة التعليم في ولاية غرب كردفان يعني فيه تردي في الفصل المدرسي في شتى المجالات. أنا بفتكر أنه ناقشنا هذه القضايا بكل وضوح. نحن لم نوعد بأي شيء، لم نلتزم بشيء، ولكننا مدركون الحجم المعاناة. حقيقة الآن معاناة شديدة جدا. نحن على استعداد لهيكلة وزارة التربية والتعليم في الولاية، وواجبنا رد الاعتبار المعنوي والمادي للمعلم ليقوم بواجبه في بيئة جاذبة. وفي السياق، أكد رئيس لجنة المعلمين بولاية غرب كردفان بشير آدم عمر حرص اللجنة للعمل سويا مع الحكومة وصولا إلى تعليم جيد النوعية في كافة محاوره، مشيرا إلى أن الولاية موعودة بثورة إصحاح حقيقي في مجال التعليم. نحن كلجنة معلمين مع حكومة الولاية هنعمل سويا في وضع خطط وبرامج تخدم التعليم وتخدم إصلاح التعليم في المرحلة القادمة، وهي المرحلة أصلا نحن بننشدها في إطار الحكومة المدنية. ونحن إن شاء الله بنعد إخوتنا المعلمين في امتداد هذه الولاية المعطاء بأننا موعودون على ثورة إصلاح وإصحاح حقيقي للتعليم بولاية غرب كردفان، من خلال ما لمسناه من حديث للأخ الوالي. عودت شركة النقل البري بولاية نهر النيل تسيير رحلاتها من الميناء البري بعطبرة بعد فك قيود حظر التنقل بين الولايات، وفيما شكى مواطنون من الزيادة الكبيرة في قيمة تذاكر السفر اعتبرها البعض معقولة، بينما خلت إجراءات وضوابط السفر داخل الباصات السفرية من أي تدابير صحية احترازية وقائية من انتقال عدوى فيروس كورونا. بعد 5 أشهر من التوقف بسبب تداعيات جائحة كورونا، عاودت شركات النقل البري رحلاتها القومية من الميناء البري بعطبرة وبالعكس، ولكن بزيادة في تعرفة السفر تجاوزت 200%. أقول الحمد لله الوضع ماشي متحسن، والحمد لله ونسأل الله أنه يعني يتحسن لأحسن من كده. يعني الحصر كنا يعني بنعاني، والله بجد يعني بنعاني. الواحد يعني 1000 و1500 وهسه الحمد لله. يعني لا يزال الإقبال على السفر ضعيفا من قبل المواطنين بعد 3 أيام من رفع الحظر بين الولايات، ومع ذلك تغيب عن المشهد داخل الباصات السفرية أي محاذير وقيود احترازية تحسبا لانتقال عدوى فيروس كورونا. حجم ما كانت 400 ارتفعت ل 1100، يعني بزيادة 700، حاجة خيالية كثيرة. برضو كان الكلام المسبوق انه كان حيكون في ارتفاع، لكن حيكون في ضوابط صحية، في تباعد اجتماعي، انه بمعنى الكنبتين حيكون في شخص واحد، هسه زي ما انت شايف نفرين، حيكون في حته بتاعت المعقمات الكمامات، كل الاجراءات الصحيه. اتفاجئنا بانه هم الناس يشتغلوا بالتذاكر بس ما
يعني انه بس بسيط مالي ويمشي يعني زي ما كان اول وكانه ما في شيء ثاني. انا شايف انه السعر ده مناسب يعني او شبه معقول كده بالنسبه للوضع بتاع البلد والرفع الدعم بالنسبه لانه زاد ناس البساط ده بيشتروا البنزين من السوق الحر او الجاز ده من السوق الحر، فشايف انه السعر مناسب. لكن المفروض اصلا تكون في معقمات كمامات حياة بالشكل ده، فما عارف هل سيهم ساقونا قايته. وفي حين دفع شركات النقل البري عن نفسها أي مسؤولية عن الزيادة في تعرفة السفر، لكنها في المقابل أقرت بعجزها التام عن الالتزام بالموجهات الصحية الوقائية تجاه فيروس كورونا. الخرطوم بألف، يعني احنا شايفين انه مسألة الحاجة دي معقولة جدا مع المواطن. صعب البصبص طبعا، اصحاب الشركات طبعا عليهم ضغوط عليهم التزامات. والله الزياده دي ما في ديننا نحن، نحن بصراحه كده بنراعي بالنسبه لظروف الناس وبنراعي بالنسبه لجائحه كورونا، ونتمنى يعني بصراحه نتمنى بانه يا ربنا يزيل مننا البلاء، ونتمنى من وزاره الصحه يعني بصراحه كده تدعمنا نحن كلجان مقاومه في المينا البري، تدعمنا نحن ذاته بكمامات نعقم المينا شغل طوعي ونعقم الباصات. كنت ملتزم بالشروط الصحيه لكن هسه بقى ما في التزام بالشروط الصحيه. والله ليه دي بس يقدر يجاوب عليها المسؤولين الثانيين. احنا الحاجه المنشوره جانا انه نلتزم والتزمنا بها ثاني وقفت. والله ما بنعقم الباصات هسه المينا البري ما فيه تعقيم. ومع استئناف السفر عبر شركات النقل البري، لا تزال مواعين النقل البديل في السوق الموازي تعمل وبقيمة تكاد متساوية. عصام الحكيم، الشروق، ولاية نهر النيل. عرضنا الإخباري متواصل معكم من قناة الشروق، وفيه عقب الفاصل: منتجو ومصدرو الهجن يطالبون الحكومة الانتقالية باستئناف الصادر. أهلا بكم وإلى جولة عالمية نبدأها بهذا الخبر. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إن إسرائيل تستعد لتسيير رحلات طيران مباشرة للإمارات عبر الأجواء السعودية في إطار توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين. وأعلنت إسرائيل والإمارات يوم الخميس عزمهما تطبيع العلاقات الدبلوماسية بموجب اتفاق طرعه الولايات المتحدة الأمريكية يمكن لتطبيقه أن يعيد تشكيل سياسات الشرق الأوسط من القضية الفلسطينية إلى مواجهة إيران. وتصبح الإمارات بذلك ثالث دولة عربية تقيم علاقات مع إسرائيل. وطلع نتنياهو في مطار بن جوريون في تل أبيب على خطة توسيع نشاط الطيران الذي قلصه تفشي فيروس كورونا، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لفتح مسار جوي مع الدول الخليجية. ذكرت وسائل الإعلام الليبية وتركية أن وزيري دفاع تركيا وقطر ووزير الخارجية الألماني زاروا العاصمة الليبية طرابلس وسط جهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وقدمت تركيا دعما عسكريا حاسما لحكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرا لها لمساعدتها في صد هجوم استمر 14 شهرا من قوات منافسة متمركزة في شرق ليبيا في وقت سابق هذا العام. وليبيا منقسمة منذ عام 2014 بين فصائل متمركزة في شرق البلاد وأخرى في غربها تحظى بدعم أطراف إقليمية مختلفة. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن وزير الدفاع خلوصي أكار ورئيس الأركان الجنرال ياشار جول زارا طرابلس لمتابعة العمليات بموجب اتفاق التعاون العسكري مع دولة ليبيا.
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان الصراع الدائر في كل من ليبيا وسوريا في اتصال هاتفي، وقال الكريملين إن الاتصال تركز بالأساس على الأزمة في ليبيا، حيث تدعم كل من الدولتين طرفا مختلفا في الصراع، وأكد ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية باتجاه وقف دائم لإطلاق النار. وقال الكريملين إن الرئيسين اتفقا على تكثيف جهود مكافحة الإرهاب في سوريا بعد تقارير في وقت سابق اليوم عن إصابة دورية تركية روسية مشتركة في انفجار في محافظة إدلب السورية. وقالت الرئاسة التركية إن بوتين وأردوغان اتفقا على مواصلة الحوار عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية بشأن سوريا. قال رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو إنه مستعد لتسليم السلطة بعد استفتاء على تعديلات دستورية في محاولة فيما يبدو لتهدئة الاحتجاجات الحاشدة والإضرابات التي تمثل أكبر تحد لحكمه المستمر نحو 26 عاما. وفي علامة على تزايد ضعف موقف لوكاشينكو واجه مقاطعة وهتاف ارحل خلال كلمة ألقاها أمام عمال في أحد المصانع الكبرى المملوكة للدولة. وينفي لوكاشينكو أنه خسر الانتخابات ويشير إلى النتائج الرسمية التي منحته أكثر من 80% من الأصوات. ويواجه لوكاشينكو تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات بعد حملة دموية ضد المحتجين عقبة ما يقول متظاهرون إنها انتخابات مزورة أجريت في الأسبوع الماضي، وأعلن لوكاشينكو فوزه فيها بفترة رئاسية جديدة. في أخبار الاقتصاد، قال منتجو ومصدرو الهجن خلال اجتماعهم بوزير الثروة الحيوانية المكلف عادل فرح إدريس بمكتبه طالب الحكومة باستئناف صادر الهجن باعتباره أكبر حصيلة صادر للدولة، وأن إيقافه يشكل خطراً بتشجيع التهريب لدول الجوار وما يترتب على ذلك في إهدار الثروة القومية للبلاد. وناقش الاجتماع المستجدات في صادر الإناث بصفة عامة والهجن خاصة، وطالب وزير الثروة الحيوانية عادل فرح الجهات العليا بالنظر في القرار لإعادة النشاط الاقتصادي والسماح بالتصدير وفق الاشتراطات المتفق عليها. وناشد الباحث في مجال الإبل ومستشار مجلس التنمية الروحل محمد زين موسى طالب المجلس الانتقالي بالنظر في استئناف صادر الهجن لأهميته الاقتصادية ودوره الكبير في الجانب الاقتصادي والسياسي والترابط الاجتماعي بين المجتمع المحلي والدولي. ناقة الهجن في السوق الخارجي يمكن تجيب مليون ريال سعودي أو إماراتي، في السوق المحلي هنا يمكن لا يتجاوز سعرها 1000 دولار. فمن هذا المنطلق نحن نناشد والجهات العليا بالنظر في هذا القرار، ونحن هنا من ناحية فنية في وزارة الثروة الحيوانية كباحثين ومربيين وأيضا مهتمين بجانب الهجن، نرى أنه الأهمية الحقيقية في الموارد الوراثية هي في الذكور وليس في الإناث كما أوردت الدراسات السابقة، فعليه في ضرر كبير. والآن في أسر بعينها تعيش على هذا المورد، إذا الواحد يربي ناقتين أو ثلاثة ويصدره يستفيد. أعلن سفير اليابان الجديد لدى السودان هاتوري تاكاشي حرص بلاده على تطوير العلاقات الاقتصادية مع السودان وتعزيز التعاون الفني والأكاديمي. وقدم سفير اليابان الجديد لدى السودان أوراق اعتماده وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين. ويتمتع سفير اليابان الجديد بسيرة ذاتية طويلة في مجال القطاع الخاص. من جانبه أشاد وزير الخارجية المكلف بالتجارب والخبرات اليابانية الثرة في العديد من المجالات، مشيرا إلى أن توجه البلاد الجديد في تكوين شراكات عمل فاعلة مع العالم الخارجي والإمكانات والخبرات الكبيرة التي تمتلكها اليابان وضرورة الاستفادة منها للمساهمة في نهضة البلاد. أوقفت شركات مطاحن بيع الدقيق التجاري بالأسواق التجارية عقب تذبذب أسعار صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية. وأكدت مصادر مطلعة لباج نيوز اليوم الاثنين توقف بيع الدقيق التجاري في الأسواق الباكتات جوال زنة 25 كيلو بعد الارتفاع الكبير للدولار في الأسواق الموازية للعملات، وأرجعت الأسباب لعدم تمكنها من مجاراة الأسواق الموازية وانفلاتها، لا سيما وأن أسعار الدقيق التجاري كانت بواقع 145 جنيه للدولار. ومنذ الأمس يشهد السودان هبوطا كبيرا في قيمة العملة الوطنية على خلفية مضاربات في أسواق الذهب.
أصدرت أمن المكي والي ولاية نهر النيل القرار رقم 72 لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس تنسيق التعدين بالولاية برئاسة الوالي ووزير المالية والقوى العاملة نائبة للرئيس ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية عضوة ومقررة. وأشار القرار لمهام واختصاصات المجلس والتي تلخصت في الإشراف على تنظيم وتحصيل العوائد الجليلة والوقوف على تنظيم الأسواق بما يحقق الضبط والتنظيم والتشجيع والالتزام بالضوابط الصحية والبيئية وتطوير الإنتاج وتعظيمه وحل النزاعات والمشكلات التي تنشأ في مواقع التعدين التقليدي والأسواق ويتم رفع ما يصعب حله إلى مجلس وزراء حكومة الولاية والاستعانة بالإدارة الأهلية والاتحادات الخاصة بالمعدنين في تنظيم التعدين التقليدي وفض النزاعات. في ختام هذا العرض المسائي من قناة الشروق إليكم تذكير بأبرز العناوين. الآلاف يتظاهرون أمام مقر الحكومة في الخرطوم في مليونية جرد الحساب. الوساطة تحدد أواخر الشهر الجاري موعدا لتوقيع الاتفاق بالأحرف الأولى مع الحكومة والحركات المسلحة. استئناف المفاوضات حول سد النهضة الأثيوبي غدا الثلاثاء. نهاية العرض، أشكر لكم المتابعة، حتى الملتقى بكم جديدا، لكم التحايا مني وفريق العمل، دمتم في أمان الله وحفظه.